برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، اختتمت مؤخرا بفندق الدبلومات أعمال المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم، المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم، وذلك بتنظيم من مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للرابطة العالم الإسلامي. يهدف المؤتمر إلى النهوض بمؤسسات القرآن الكريم وتطوير أساليبها في الإدارة والتعليم ودراسة مشكلات وعوائق التعليم القرآني وطرق علاجها وإبراز المنهج النبوي في هذا المجال وتطوير المناهج المعاصرة، إلى جانب تبادل الخبرات بين الهيئات والمؤسسات المعنية وتكوين رؤية مستقبلية لآلية التعاون بين المشاركين. وقد تناول المتحدثون خلال جلسات المؤتمر أسس المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم وأساليبه وآثاره واستعراض الجهود المؤسسية والفردية المعاصرة في تطبيقه. هذا وقد أقيم معرض متخصص في مجال القرآن الكريم على هامش المؤتمر طوال أيامه الأربعة، شاركت فيه أكثر من 20 جهة عارضة من وزارات حكومية وجامعات وهيئات ومؤسسات إسلامية ومراكز بحث وشركات ومكتبات لها حضورها المميز في مجال خدمة القرآن الكريم.